البرهان الخسفي. هذه الاجتماعية بالأسئلة المهرمة دوليا. الليلة إنسان شعب بتاعنا في أغليم شمال السودان اكتشف زيف بتاعت القادة والتجار الدين والهروب وانتفت. ما بنعرف انه زول بيمشي مع السودان عربي من قبائلنا. نحن عملنا بالمشروع بتاع السودان الجديد، السودان الوايز، السودان المتعدد، السودان المواطنه. مبروك. عبد الواحد الزلمه ينادي لعشرين عاما. والكلام المكرر هنا للصحفي المصري عبد النبي عبد الستار في تزا سطور اكبر واقع وحقيقه، لانه كان انسان شمال السودان. بس ده ما من باب العنصريه، انت وسع بالك وعقلك. دايرين نغر ونهترف لبعض بان نحن مسيرنا واحد وهدفنا واحد هو بناء السودان. ولو اختلفنا مثلا في الطرق بتاعت النداء، خليكم من كلام الكيزان والناس اللي بيعلقوا تعليقات عنصريه. استخدم عقلك، فكر. عبد النبي عبد الستار انه الاغليه بتاعت الثوابت في الدوله السودانيه اللي اتبنت على انه الاسلام والاروبه. في سبيل الكلام ده سحبنا في قتل ابناء الشعب السوداني في جنوب السودان من اغليم دارفور، اننا صوت من اغليم دارفور، ونوصف باننا ابيد ومواتين من الدرجه الثانيه. لكن جيشونا وعبونا القاده في المركز بان هؤلاء كفار يجب محاربتهم ويجب قتلهم عن طريق ذات السودان وعن طريق خطط كثيره. سهمنا في 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 اضعاف انسان جنوب السودان وشعب جنوب السودان. عبد النبي عبد الستار كلامه ده كله بيجسد السياسه بتاعت الحكومات المركزيه الصفويه في المركز العنصريه. ميز بين الشعب في اغليم شمال السودان وبين الحكام في المركز الجلابة. الزول ده بركز في انه كيف نشأ الصراع في اغليم دارفور. ده سؤال عنصري، هو من باب الاستقصاء داري يعرف الحقيقة. لكن دارفور معروف ومعروفة لكل الدول العربية والدول الخليجية وكل بالذات الشعب المصري انه دارفور مهمشة، لا 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 مدارس، لا مستشفيات، لا طرق، لا شبكة. لا الآن إنه شبكة متوفرة في المدن الرئيسية فقط. الزول ده قال كيف نشأ الصراع في أغليم دارفور، بيسأل ما هي الحركات المسلحة الفاعلة في أغليم دارفور. حركات المسلحة الفاعلة في أغليم دارفور هي حركات رئيسية معروفة ومعروفة لكل العالم، معروفة ومعروفة لكل العالم ولكل المخابرات ولكل الأجهزة الأمنية. زللنا لمدة 20 عاما نصادم الأجهزة الأمنية والمهجورين والمرتزقة بكل ما أوتينا من قوة. لم نستسلم ولن نتراجع. خليل إبراهيم 2003، عبد الواحد محمد أحمد النور 2002. أجندة وأهداف حركة وجيش تحرير السودان تتمثل في المبادئ الرئيسية السبع: الحرية، الديمقراطية، الهوية، الألمانية الفيدرالية، المواطنة، العدالة الاجتماعية. ده المبادئ، ده الركائز بتاع حركة وجيش تحرير السودان. ما هي الأهداف؟ حركة جيش تحرير السودان عندها 8 هدف رئيسي، ده الأهداف الأساسية والرئيسية: السلام الاجتماعي، الوحدة، سيادة حكم القانون، إعادة حقوق الإنسان، وأيضا كذلك إقامة علاقات حسن جوار طيبة والقضاء على الفقر والجهل والعنصرية في السودان، المحافظة على البيئة، توفير الخدمات الأساسية والضرورية لإنسان السودان. ده 8 هدف لحركة وجيش تحرير السودان. الوسائل: النضال السلمي والعسكري، التحالفات المدنية والعسكرية، الانتفاضة الشعبية والثورة الشعبية، وأيضا كذلك الحوار السياسي الشامل والاستيان المدني والانتخابات. ده خيارات وده وسائل حركة جيش تحرير السودان ظلت تنادل وظلت تجابي بها
الأنظمة المركزية والحكومات دفعت في سبيل ذلك رفاق في الجامعات وفي في 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 الأهراج أرتال من الشهداء. الزول ده بفسر أن إنه هل يد خليل إبراهيم لانفصال دارفور؟ السؤال ده عشان ما يجيش الإنسان العربي في الجزيرة، إنسان العربي في سنار، في كردفان، في شرق السودان، في كسلة، في الشمال، بأنه هذه حركات عنصرية وأضربة مخابرات أجنبية يجب قتلهم وملاحقتهم واغتصابهم ومصادرة أملاكهم، وده ما حصل بالفعل. ده التطهير العرقي تم، تصفيات، اغتصاب جماعي، كل الأشياء تمت لأنه النتيجة للتهريج. ده صحفي متخصص. ما هي علاقة عبد الواحد بإسرائيل؟ لأنه الإسرائيل الأدل اللدود للشعب العربي سواء كان في الخليج ولا في شمال إفريقيا، لازم يربطوا حركة وجيش تحرير السودان والإنسان المواطن بتاعنا في شمال السودان بأنه حركة عبد الواحد حركة عندها علاقة مع إسرائيل، حركة ضد المقدسات، ضد الآداب والتقاليد بتاع الشعب السوداني. يجب محاربة حركة وجيش تحرير السودان، يجب ملاحقة حركة وجيش تحرير السودان. لذلك هنا انطلق الثورة ديسمبر المجيدة، جو عرضوا عدد من الرفاق تم إلقاء القبض عليهم في الدور الشاف شمال الخرطوم في محلية بحري، وتم إلصاق التهم بأن هؤلاء تم تدريبهم في إسرائيل لقتل الثوار ولقتل المواطنين. ده العقلية وده السياسات بتاعت الصفوة في المركز كان بيتحكموا في عقلية إنسان الشمال العربي بالكيفية دي. بعد ذلك بيسعى الدور الأمريكي الخفي إنه دي أضرب بتاع منظمات ومخابرات ومشاريع إمبريالية، إنه بيجمع الأموال ولا بيستلم أموال من المنظمات لمحاربة الأوروبا والإسلام في السودان. ده السياسة دل ده ده كان دل ده دل وعمة، لكن إنسان الشمال فك الشفرة دي. إيه في إنه الناس الندال يعني حركة وجيش تحرير السودان والحركات المصلى الأخرى قتلت حكومة بشراسة شديدة وبشراسة وبشجاعة شديدة من أجل المساواة بين أبناء الشعب السوداني، من أجل بناء دولة المواطن، من أجل دولة بناء دولة مؤسسات، دولة قانون. لليلة حتى بعد سقوط نظام الإنغاث لم يتحافظ عبد الواحد محمد عمر النور جريا وراء وزارة ولا منصب، وده ظل ديدا، وده نقطة بتاعت القوة. ده الحجر الزاوية عبد الواحد الذي رفضه البناؤون، لأنه الرجل حقيقي هيغير السودان ده جذريا. في سبيل ذلك أقر أغلبية أبناء حتى شمال السودان بمواقف الرجل وندالاته ووطنياته وحبه لكل الشعب من دون فرز، رغم التضحيات ورغم الإبادة ورغم الإخصاء ورغم الكراهية ورغم الأشياء تمت دي، إنه الحركة لم تستجيب. طيب البرهان حتى أبناء غرية قندطو في الشندي طلوا بيان واتبروا من عبد الفتاح البرهان ومن خطوات الرئيس مجلس السيادة ومن إجراءات الرئيس مجلس السيادة ومن استهداف القوات النظامية للثوار في الشوارع سواء كان في بحري ولا مدن السودانية الأخرى ولا الخرطوم ولا في أي مكان. إنه الشعب السوداني انتفض في ثورة ديسمبر المجيدة من أجل تحرير السودان من الظلم ومن التهميش ومن الدكتاتورية، ورفع شعارات حرية سلام وعدالة. لكن رغم الوثيقة الدستورية والاتفاق بتاع الشراكة المهيبة بين المجلس العسكري وقوة إعلان حرية التغيير، إنه حصلت انتكاسة وفشل. إنسان الشمال ويا ترس، وإنه بندم كل الدعم للثوار وأبنانا في أغليم شمال السودان في مدينة دنقلة وفي ولاية نهر النيل أدبرة، إنه حق التظاهر السلمي حق قانوني ودستوري، ما من كائن كان ولا من جهة إنه يجبر الفتيل الخشة فوقه عبد الفتاح البرهان إنه هو أمن على قفل الموانئ في 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 بور السودان للتري، وقال إنه ده مشكلة سياسية يجب أن تحل سياسيا. إذا المشكلة وقفل الموانئ في شمال السودان مشكلة سياسية ويجب أن تحل سياسيا.
مشى عبد الرحيم قال لهم هوي نحن فدينا من قبل كده 6 ابتسامات هنفدوا لكن انسان شمال السودان سبق تحية ليكم والتقدير لكم لكم الطهية ولكم التقدير ولكم فايك الشكر والتقدير على الميدالات والبطولة ده حق من حقوقكم بعد ذلك انه وجب انه الناس تستعدس مصطلحات انه تخلي السودان ما بقى ثورة ديسمبر المجيدة انه ما دام ما في سلام بتاع جوبا اقر انه بالاودة الى النظام الاقاليم وغرر بالثمانية اقاليم انه في الاصل 7 اقاليم ابناء كردفان ما تستجيبوا انه كردفان تقسم للشمال والجنوب كردفان ده واحد اقليم شمال السودان الناس تتكلم باللغه بتاع اقاليم ما تقدر تتكلم باللغه انه الولايات اقليم النيل الازرق اقليم دارفور بعد ذاك انت تتكلم باللغه بتاع انه ولايه شمال شماليه ولايه نهر النيل وولايه ما في بلد بتجزى انه جزء ولايات وجزء اقاليم انا الاوان انه الناس حتى النشطاء اللي بيتكلموا يتكلموا بلغه واحده لغه بتاع غاليم انه على ابناء شمال السودان لهم كامل الحق بان يكونوا حكومه لاقليم شمال السودان مساواه ب